من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. كلمات قالها صديق رسول الله بعدما خرج من بيت عائشة رضي الله عنها، وكان قد جسى على ركبتيه يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكد أنه قد مات وفارق الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وتكون هذه اللحظة لحظة فارقة في تاريخ المسلمين، نحن على وشك أن نكون شاهدين على بداية دولة جديدة سيسطر معالمها وأمجادها خير صحابة وتلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دولة الخلفاء الراشدين، أو كما يقال دولة الخلافة الراشدة. ابقوا معنا. قبل البداية أود أن أخبركم أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من مشاهدي القناة غير مشتركين ولا يقدمون أي تفاعل يساعد القناة في الاستمرار، لذلك أتمنى منكم فضلا وليس أمرا أن تدعمونا بعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالمقاطع وترك تعليقاتكم عليها، ونبدأ على بركة الله. دولة الخلفاء الراشدين هي أولى دول الخلافة الإسلامية التي قامت عقب وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول سنة 11 هجريا الموافق 7 يونيو سنة 632 ميلادية. وهي دولة الخلافة الوحيدة التي لم يكن الحكم فيها وراثيا بل كان قائما على الشورى. توالى على حكم الدولة 4 من خلفاء كبار الصحابة وجميعهم من 10 المبشرين بالجنة، وهم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما عن بداية الدولة ففي الوقت الذي أعلن فيه عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم برزت لدى كبار الصحابة من الأنصار الأوس والخزرج قضية اختيار خليفة للنبي، وكان ذلك أمرا صعبا للغاية، حيث أنه لم يرد في القرآن الكريم نص صريح يحدد أسس انتخاب خليفة للرسول، لكنه دعا إلى الشورى في صورة تحمل ذات الاسم، قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، وفي صورة آل عمران وشاورهم في الأمر. وكان النبي قد أمر بالشورى وكان يكثر من مشاورة الصحابة وبالأخص كبارهم السابقون الأولون إلى الإسلام. وفي جميع الأحوال فإن ما جرى بعد ذلك كان اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للنبي، وقد تمت الدعوة للاجتماع على عجل دون إعلام المهاجرين، وكان ذلك بسبب عدة عوامل، لعل أبرزها هو أن أهل المدينة كانوا يرون أنهم أحق بالخلافة لأنهم أول من ناصر النبي محمداً واستقبلوه مع أصحابه المهاجرين وجاهدوا معه في سبيل الله. واتفق الأنصار على مبايعة سعد بن عبادة الخزرجي فأجلسوه وعصبوه بعصابة وأسندوا له وسادة، وبالمقابل كان المهاجرون آنذاك أكثر بعدا عن هذا المناخ السياسي، بعضهم قد شغل بوفاة النبي محمد وجهازه ودفنه، وبعضهم لا تزال الصدمة تملأ نفسه، وبعضهم لم يفكر في اختيار خليفة معتقدا أن هذا الأمر هو آخر ما يقع الاختلاف فيه، وهم على يقين أن ما من طائفة من المسلمين سوف تنازعهم في هذا الأمر. ولما بلغ خبر اجتماع السقيفة أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكان ذلك بعد ليلة الاثنين يوم وفاة الرسول محمد، مضيا إلى هناك مسرعين، وانطلق معهما أبو عبيدة بن الجراح، ودخلوا سقيفة بني ساعدة، حيث شق أبو بكر طريقه إلى صدر الاجتماع، وألقى خطبة في المجتمعين، يبين فيها وجهة نظر المهاجرين عامة من قضية اختيار خليفة للنبي،
فجرت مناقشة هادئة انتهت إلى القول بالثنائية في الحكم، منا أمير ومنكم أمير. وكان صاحب هذه النظرية هو الحباب بن المنذر، لكن أبا بكر ومن كان معه يفضلون وحدة الأمة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدد أبو بكر الأولوية بالأقدمية في حياة الإسلام، فتحرك أبو بكر في تلك اللحظة مستغلا تحول الموقف لصالح المهاجرين، وبعد أن رأى أن الفرصة سانحة لإقفال باب المناقشة، فدعا المجتمعين، مجتمع المهاجرين ومجتمع الأنصار، إلى مبايعة عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح، ولكن عمر أبى إلا أن يتولاها أبو بكر، فقال إن لا أحد أحق بالخلافة من أفضل المهاجرين وسالي اثنين إذ هما في الغار، فطلب منه أن يبسط يده ليبايعه. ثم أقبل الأوس والخزرج على مبايعة أبا بكر الصديق. وفي صبيحة الثلاثاء 13 من ربيع الأول سنة 11 هجريا تمت في المسجد البيعة العامة من المهاجرين والأنصار قاطبة، حيث خطب عمر بن الخطاب على المنبر، ثم صعد أبو بكر فبايعه عامة الناس. جرت هذه الوقائع في الوقت الذي كان فيه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ونفر من بني هاشم وطلحة بن عبيد الله مشغولين بجهاز النبي ودفنه، فغابوا عن اجتماع السقيفة، وعليه لم يكن لعلي رأي مباشر في النقاش إلا أنه بايع أبا بكر في نهاية المطاف. وكان أول عمل قام به أبو بكر الصديق بعد مبايعته هو التصدي لأهل الردة ومن ادعوا النبوة، فما إن انتشر نبأ وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بلاد العرب، اشتعلت الفتنة في كل أنحاء شبه الجزيرة العربية بأشكال مختلفة ولأسباب متباينة، وبرزت ظاهرة التنبؤ وادعاء النبوة كإحدى الانعكاسات للنجاح الإسلامي في الحجاز. وإن كان بعض المتنبئين قد أعلنوا دعوتهم في أواخر حياة النبي، فتنبأ الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة بن حبيب الحنفي في اليمامة، وطليحة بن خويلد الأسدي، وسياح بنت الحارس التميمية، وزتاج لقيط بن مالك الأسدي في عمان. وقبل أن ينظر أبا بكر في شأن القبائل التي ارتدت عن الإسلام، قرر أبو بكر تلبية رغبة النبي محمد قبل وفاته، وهي إرسال سرية أسامة بن زيد إلى مشارف الشام. وقد أشار المسلمون وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب على أبي بكر ألا يرسل حملة أسامة بن زيد حتى لا تضعف قوة المدينة المنورة بحال هجمتها قبائل الأعراب المرتدة ولحاجته إليه في قتالهم وغزوهم، لكن أبا بكر الصديق أبى أن يخالف وصية النبي، وكان جوابه إلى الصحابة صريحا، فقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تقطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة. ثم نهض أبو بكر بنفسه، وفي أواخر ربيع الأول سنة 11 الموافق سنة 632 ميلاديا، فاستعرض جيش أسامة بن زيد وأمره بالمسير، وصار معه ماشيا وأسامة راكبا، وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة أبي بكر حتى اطمأن على توجه الحملة في طريقها نحو مشارف الشام، وعاد إلى المدينة المنورة ومعه عمر بن الخطاب. وبخروج أسامة بن زيد قل عدد المجاهدين في المدينة، وتشتتت القوى الإسلامية النامية مما شجع الخارجين وبخاصة قبائل عبس وظبيان على مهاجمة المدينة، فعسكروا حولها وأرسلوا وفدا إلى أبي بكر ليساوموه على موقفهم بعدم دفع الزكاة، فانتهت المفاوضات بالفشل بسبب التصلب في المواقف، فشن المحاصرون هجوما ليليا بعد 3 أيام، غير أنهم لم يحققوا أي نصر على الرغم من قلة المدافعين، وارتدوا على أعقابهم. ثم لاحقهم أبو بكر وفاجأهم عند الفجر لينزل فيهم هزيمة فادحة، وقتل خلال المواجهة حبال بن طليحة الأسدي على يد عكاشة بن محسن، وكان ذلك أول الفتح في حروب الردة. ثم عاد أبو بكر إلى المدينة المنورة
وفي هذه الأثناء عادت حملة أسامة بن زيد بعد 70 يوما من خروجهم، فأبقاها أبو بكر في المدينة حتى يستريح هو وجنده، ثم جهز من الجيوش 11 لواء تتناسب في عديدها وفي إماراتها وفي وجهتها مع قوة القبائل التي وجهها إليها. فقد وجه أبو بكر خالد بن الوليد إلى بزاخة لمحاربة طليحة بن خويلد الأسدي، فإذا فرغ صار إلى مالك بن نوير بالبطاح إن قام له، وأرسل عكرمة بن أبي جهل نحو مسيلمة الكذاب، وكان ذلك في اليمامة. وأرسل عمرو بن العاص إلى قضاعة ووديعة وبني الحارس في شمال الحجاز، وأرسل شرحبيل بن حسنة لدعم عكرمة بن أبي جهل لمحاربة مسيلمة الكذاب في اليمامة، وأمره إذا فرغ من اليمامة أن يلحق بعمرو بن العاص إلى قضاعة. كما أرسل المهاجر بن أبي أمية لمحاربة جنود الأسود العنسي في اليمن ومساعدة الأبناء ضد قيس بن مكشوح ومن تبعه من أهل اليمن. فإذا فرغ يتوجه إلى كندة بحضرموت، وقام أبا بكر الصديق ببعث خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام، وعرفج بن هرثمة إلى مهرة على أن يلحق أولا بحزيفة بن محسن بعمان الذي أمره بدوره أن يلحق بحزيفة إن فرغ قبله، وطريفة بن حاجز إلى بني سليم ومن معهم من هوازن، وسويد بن مقر إلى تهامة اليمن، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين لمحاربة من ارتد بها من ربيعة. وأوصى أبو بكر قادة جيوشه بالحيطة والحذر ممن قد يندس بينهم وعدم مقاتلة من يجيبهم إلى الإسلام والرفق واللين بجند المسلمين. وتمكن القادة العسكريون المسلمين من القضاء على حركة المرتدين في كامل أنحاء شبه الجزيرة العربية، وقتلوا عددا من مدعي النبوة، فهزم خالد بن الوليد طليحة الأسدي وحلفائه وأرغمه على الفرار إلى الشام حيث أسلم فيما بعد، وأعدم الأشخاص الذين نكلوا بالمسلمين قبل مجيئه، وأرسل آخرين إلى أبي بكر فتابوا فحقن دماءهم. كما قتل خالد بن الوليد امرأة يقال لها أم زمل بعد أن تزعمت جيشا كبيرا من المرتدين، وانسحبت سياح بنت الحارس إلى قومها بني تغلب لما عرفت بجحافل المسلمين الزاحفة إليها، ثم أسلمت في زمن عمر بن الخطاب. وقام المسلمون بأسر مالك بن نويرة مع أصحابه، ثم قتله ضرار بن الأزور، واختلفت الروايات في قتله. وتعرض شرحبيل بن حسن للهزيمة على يد قوات مسيلمة الكذاب، فلحق به خالد بن الوليد وقاتلوا مسيلمة ومن معه من بني حنيفة، فقتلوا منهم الشيء الكثير، وسقط مسيلمة الكذاب قتيلا بعد أن أرضاه وحشي بن حرب بحربته. وبعد القضاء على أخطر اثنين طليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب، أخذت حركات الردة الأخرى تتساقط الواحدة والأخرى حتى انتهت كليا، وأخذ أبو بكر يستعد لمواجهة الروم والفرس في الشام والعراق، وبعد أن عاد توحيد العرب تحت راية الإسلام. وكان العمل الآخر الأبرز الذي قام به أبو بكر قبل توجيه الجيوش نحو الشام والعراق وهو جمع القرآن، فقد أدت حروب الردة إلى مقتل عدد كبير من الصحابة من قراء القرآن وحافظيه. فأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يجمع الآيات المكتوبة على الورق وعلى الجلد وعلى ورق الشجر وعلى الحجر الأبيض وعلى العظام وتلك المحفوظة في صدور الرجال في مصحف واحد، خوفا من موت صحابة آخرين فتضيع بعض الآيات. وقد استغرق العمل على جمع القرآن ووضع النسخة الأولى الكاملة منه حوالي 2 أو 3، وقد تولى زيد بن ثابت هذه المهمة بمساعدة عدد من الصحابة في مقدمتهم علي وعمر، وبذلك جمع القرآن في مصحف واحد. وخلال تلك الفترة قدم إلى المدينة المنورة المثنى بن حارث الشيباني، وهو أحد القادة العرب الذين كانوا يقارعون الفرس في العراق، يطلب الدعم من أبي بكر، فأجابه أبو بكر وأسرع إلى نصرته. فأرسل خالد بن الوليد في أول حملة عسكرية إسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. خرج خالد بن الوليد من اليمامة في 2000 من المسلمين، ثم انضم إليه 8000 من المسلمين من ربيعة ومضر، وتوجه نحو العراق في شهر محرم 12 هجريا. وما إن بلغ خالد بن الوليد العراق اشتد نضال قبائل العرب ضد الفرس، وانضم عدد منهم إلى صفوف المسلمين،
وجرت مع الفرس وقعة شديدة انتصر فيها المسلمون وعرفت بغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل فيها من فرسان فارس حتى لا يفرون من القتال. وتابع خالد بن الوليد انتصاراته فتمكن من الحيرة وأطراف العراق وصالح أهلها من المسيحيين العرب على أن يدفعوا الجزية، ثم تحرك ففتح الأنبار وعين الطمر ودومة الجندل وبلغ تخوم الشام أيضا، حيث هزم الروم لأول مرة عن طريق الخدعة، ثم عاد إلى الحيرة. لكن أبا بكر كتب إليه يأمره بالتوجه نحو الشام لقتال الروم فيها بعد أن كان قد أرسل 4 ألوية في مطلع صفر، وكانوا نحو دمشق والأردن وحمص وفلسطين، يقدر عدد رجالها 24,000 وقيل 21,000 وكذلك 27,000. وبعد أن حشد الروم جيشا أعظم بأشواط يقدر عدد أفراده بأكثر من 240,000 من الرجال. وولى أبو بكر خالد بن الوليد قيادة الألوية كلها، فصار بجيوشه حتى فتح بصرى صلحا، ثم قبل الروم شمال اليرموك في سهل فسيح واشتبك معهم في معركة كبيرة حاسمة. وخلال تلك الفترة أصيب أبو بكر الصديق بالحمى واستمر مرضه 15 يوما، ولما أحس بدنو أجله عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب خوفا من تجدد الخلاف بين المسلمين كما حصل في سقيفة بني ساعدة، ولأن اختلفوا هذه المرة فيكون اختلافهم أشد خطرا وربما أدى إلى الفتنة وقد تشمل كافة العرب، إذ لم يعد الأمر محصورا بين المهاجرين والأنصار، وقد استشار في هذا كبار الصحابة من أهل الحل والعقد، فلم يجد معارضة لدى أغلبهم، فيما تردد آخرون مثل طلحة بن عبيد الله خشية أن تتفرق وحدة المسلمين بفعل غلظة عمر وشدته، لكن سرعان ما تلاشى ذلك. وقد كتب عثمان بن عفان عهد أبي بكر إلى عمر وأوصى أبو بكر خليفته باستكمال الفتوح وذكره بما يجب أن يكون عليه ولي أمر المسلمين. وفي يوم الاثنين 22 جمادى الثانية سنة 13 هجريا الموافق 23 أغسطس سنة 634 ميلاديا توفي صاحب رسول الله أبو بكر الصديق في منزله بالمدينة المنورة عن عمر يناهز 61. استدعى أبو بكر الصديق قبل وفاته بأيام كبار الصحابة وطلب منهم أن يختاروا خليفتهم بأنفسهم، وعندما ناقش الصحابة الأمر أخذ كل منهم يتعفف من المسؤولية. عادوا إلى أبي بكر وطلبوا منه أن يرشح لهم أحدهم، فطلب إعطائه وقتا للتفكير. وقد استشار أبو بكر بعدها عددا من الصحابة في عمر بن الخطاب، ثم أمر بجمع أهل المدينة فعرض عليهم ترشيح عمر خليفة لهم، وسألهم إن كان لهم اعتراض ووصاهم بالسمع والطاعة، فقالوا سمعنا وأطعنا. وقد أحسن عمر بن الخطاب الحكم وإدارة الدولة فاتسعت في عهده بسرعة كبيرة وبات أحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي. بدأ الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد أبي بكر الصديق، حيث أرسل 4 جيوش قوام كل منها نحو 8,000 مقاتل، وأمر قادتها بأن يحاربوا بشكل مستقل، فإن اقتضت الضرورة أن يجتمعوا فليجتمعوا تحت لواء أبي عبيدة بن الجراح. لكنهم عندما وصلوا اجتمعت لهم جيوش الروم من كل جهة، فاجتمعوا وخاضوا معها معركة أجنادين التي كانت بقيادة خالد بن الوليد بعد سيره للشام قادما من العراق. وتوفي أبو بكر الصديق بعد المعركة، فتابع عمر إدارة الجيوش، وكان أول قرار اتخذه هو عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش الفاتحة، وأبلغ أبا عبيدة سرا بنبأ وفاة أبي بكر وعزل خالد وتعيينه مكانه لقيادة الجيوش، لأن الأنباء لم تصل لخالد إلا بعد فترة. فصارت الجيوش الإسلامية بعد أجنادين إلى دمشق فتمكنت من فتحها، ثم خاضت معركة بيسان بعد محاولة فاشلة للتفاوض مع الروم عام 13 هجريا، وفتحت بعد ذلك حمص وسهل البقاع. ثم التقى المسلمون مع الروم في معركة اليرموك فاستمرت 6 أيام كاملة، وهزم فيها الروم هزيمة نكراء. وبعد اليرموك انقسمت جيوش المسلمين من جديد إلى 4 أقسام،
فتولت فتح ما تبقى من بلاد الشام، وكان من بين المدن التي حاصرها الجيوش القدس، فاستمر حصارها شهورا طويلة حتى قررت الاستسلام، فأرسل قائدها يطلب الأمان شرط أن يسلم المدينة للخليفة عمر بنفسه، فتردد عمر وانقسم الصحابة في رأيهم بين مؤيد ومعارض لذهابه، إلا أنه قرر الذهاب، فاستلم مفاتيح مدينة القدس في العام 15 هجريا، ودخل المسجد الأقصى وأما المسلمين فيه. وشهدت الدولة الراشدية في عهد عمر نكبتين، عام 18 هجريا حيث انتشرت المجاعة والقحط في المدينة، واسودت الأرض من قلة المطر لتسعة شهور متتالية حتى عرف باسم عام الرمادة. وانتشر من جهة أخرى الطاعون في بلاد الشام، بدءا من مدينة عمواس فعرف بطاعون عمواس. وبعد انتهاء فتح الشام توجه عمرو بن العاص منها إلى مصر لفتحها، وبعد الحصول على إذن من عمر ففتح عدة حصون، ثم صار إلى حصن بابليون فضرب عليه الحصار لستة أشهر كاملة حتى تمكن من فتحه، وبعدها فتحت الفسطاط ثم الإسكندرية، وصار بعدها إلى برقة وهي حاليا في شرق ليبيا، ففتحها دون مقاومة كبيرة، ثم فتح طرابلس بعد حصار شهر واحد، وأراد بعدها فتح إفريقية، إلا أن عمر لم يأذن له خوفا من توسع المسلمين السريع في بلاد مجهولة. وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة كان المسلمين قد انتصروا بالفعل في عدة معارك بالعراق وفارس، ومن أهمها معركة ذات السلاسل وعين التمر والولجة، إلا أن قائد جيوش الفتح خالد بن الوليد استدعي بعد ذلك للسير إلى الشام، وأخذ معه نصف الجيوش الفاتحة، فتولى القيادة من بعده المثنى بن حارسة. ولكن بعد ذلك بعام واحد قام وال يدعى رستم بانقلاب في الدولة الساسانية واستولى على الحكم، فتمكن من إنهاء فترة طويلة من الصراعات الداخلية في الدولة، وبدأت موازين القوى بالتغير. فخرج المثنى في أواسط عام 13 هجريا من العراق قاصدا المدينة ليحدث أبا بكر عن أحوال القتال ويطلب منه المدد لاستكمال الفتح، ولكن عندما وصلها كان أبو بكر على فراش الموت. فلما حدثه المثنى عن أحوال فارس استدعى عمر ووصاه بأن يندب الناس أي يدعوهم إلى الخروج للقتال مع المثنى، وتوفى أبو بكر بعد ذلك بأيام. ففعل عمر ما أوصاه به الصديق وتمكن من حشد جيش من أهل المدينة فأرسله إلى فارس، وبدأ عمر بعد ذلك يحشد للحرب على الفرس، فأعلن النفير في الجزيرة العربية وأخذ يتنقل بين قبائل العرب ليجمع المقاتلين ويحمس الناس ويرسل الإمدادات تباعا إلى فارس، واستعمل الوجهاء والخطباء والشعراء للتحريض على الفرس قائلا: والله لا أضربن ملوك العجم بملوك العرب. ومن كبرى المعارك التي خاضتها الجيوش التي حشدها عمر معركة القادسية وفتح المدائن عاصمة الدولة الساسانية، وأخيرا معركة نهاوند المعروفة باسم فتح الفتوح، وكان النصر فيها جميعا من نصيب المسلمين. وبعد نهاوند لم تقم للفرس قائمة، فتوالت فتوحات فارس حتى وقعت بالكامل في أيدي المسلمين، وتوجه عمر لأداء الحج في مكة حيث كان ذلك آخر حج له. وبعد عودته من الحج إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وبينما كان يؤم المسلمين في صلاة الفجر طعنه رجل فارسي يدعى أبو لؤلؤ المجوسي، فحمل إلى منزله وهو ينزف، وتوفى عمر بعد ذلك بثلاثة أيام عن 65 عاما، وبعد خلافة دامت 10 سنين، ودفن في أول شهر محرم عام 24 هجريا. عندما كان عمر يحتضر لم يرغب بأن يولي على المسلمين بعده أحدا بعينه، فقد قال: أن أعهد فقد عهد من هو خير مني، وإن لم أعهد فلم يعهد من هو خير مني، يقصد أبا بكر الذي عهد به والرسول الذي رفض أن يعهد لأحد. ورغم ذلك اختار عمر 6 من كبار الصحابة وطلب منهم أن ينتخبوا خليفة من بينهم دون أن يرشح لهم أحدا بعينه،
وكان هؤلاء عثمان وعليا وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وأمهلهم 3 أيام لكي يختاروا الخليفة الجديد، ولكي لا يعتقد أحد أن عمرا أراد ترشيح شخص معين من الستة، أمر أن يؤم الناس في الصلاة صهيب الرومي. فجلس الصحابة الذين عينهم عمر يتشاورون، وعند بدء المشاورة قرر عبد الرحمن بن عوف التنحي بنفسه عن الترشح ليشرف على العملية، فأخذ يخلو بكل واحد من الباقين ليسأله من يرشح من زملائه للخلافة، ورشح علي وسعد عثمان، بينما رشح عثمان والزبير عليا، وأما طلحة فقد غاب، ولم يشع عبد الرحمن أن يحسم الأمر بنفسه، فأخذ يسأل الناس لأيام، حتى وجد أن معظمهم يؤيدون عثمان، وكانت بيعته في نهاية ذي الحجة أو مطلع محرم عام 24 هجريا. وما إن انتشر نبأ وفاة عمر، بدأت الأقاليم المفتوحة بنقد العهود التي أبرمتها مع المسلمين، فأمر عثمان على الفور بإرسال الجيوش إليها، فقد نقض العهد معظم أقاليم فارس. فأمر عثمان أمير الكوفة الوليد بن عقبة والبصرة عبد الله بن عامر بإعادة فتحها، ونقضت الإسكندرية العهد في عام 25 هجريا، فأعاد ضمها عمرو بن العاص أمير مصر، وكان عمر قد منع عمرا من التوغل في المغرب أبعد من طرابلس، إلا أن عثمان أذن له فدخل إفريقية، وكذلك غزا بلاد النوبة، إلا أنه لم يستولي على أي منهما بل عاود الانسحاب. وأذن عثمان كذلك لمعاوية بأن يبني أسطولا بحريا بعد أن كان عمر قد منعه، ففتح به قبرص وخاض معركة ذات الصواري مع الدولة البيزنطية، وانتصر المسلمون فيها نصرا كبيرا. وقد شهد عهد عثمان عدة غزوات ضد البيزنطيين في الشام والأناضول، إضافة إلى غزوات أخرى في القوقاز بأذربيجان وأرمينيا بعد نقضهما العهد. ووصلت الغزوات في المشرق إلى نهر السند وكابل. ومن أهم الإنجازات غير العسكرية التي قام بها عثمان في عهده جمع المصحف بأول نسخة مكتوبة في تاريخ الإسلام. ومن الجدير بالذكر لما تولى عثمان الخلافة لم يغير من سياسة عمر المالية، وإن كان قد سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشييد القصور وامتلاك المساحات الكبيرة من الأراضي، فقد كان عهده عهد رخاء على المسلمين، كما أنه وجه كتابا إلى الولاة وكتابا آخر إلى عمال الخراج، وأذاع كتابا على العامة. وكانت عناصر السياسة المالية العامة التي أعلنها الخليفة قد قامت على الأسس العامة التالية: تطبيق سياسة مالية عامة إسلامية، وعدم إخلال الجباية بالرعاية، وأخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين، وإعطاء المسلمين ما لهم من بيت مال المسلمين، وأخذ ما هو على أهل الذمة لبيت مال المسلمين بالحق وعدم ظلمهم. وتخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء، وتفادى أي انحرافات مالية يصفر عنها تكامل النعم لدى العامة. وفي عهده رضي الله عنه انتشر الإسلام في بلاد كبيرة، وتفرق الصحابة مما أدى إلى ظهور قراءات متعددة، وانتشرت لهجات مختلفة، فكان الخوف من اختلاف كتابة القرآن وتغير لهجته، فجمع عثمان المسلمين على لغة قريش وهي لهجة العرب. ولما فرغ عثمان من جمع المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسله. قد اختلفوا في عدد المصاحف التي فرقها في الأمصار، فقيل أنها 4 وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء، وقيل أنها 5 أو 6، وقيل أنها 7 أو 8. وفي خلافة عثمان فتحت العديد من البلدان وتوسعت الدول الإسلامية، فقد فتحت في أيام خلافته أرمينيا وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبرص، وقد أنشأ أول أسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. صار النصف الأول من خلافة عثمان بن عفان على ما يرام، وكانت الدولة خلاله مستقرة. ومن بين الاضطرابات الأولى التي واجهها عثمان في خلافته حادثة مقتل الهرمزان وجفين الجهني وابنة أبي لؤلؤة على يد عبد الله بن عمر قصاصا لأبيه، إلا أنه قام بذلك دون أمر من الخليفة،
وطلب البعض بقتل ابن عمر قصاصا لأنه تجاوز القانون، بينما صعب على البعض ذلك. وسوى عثمان الأمر بأن دفع الدية لابن الهرمزان من ماله الخاص وانتهت المشكلة. وكان عثمان قد ولي 12 سنة خليفة للمسلمين، وقد بدأت أحداث الفتنة في النصف الثاني من ولايته، وهي التي أدت إلى استشهاده. ومن أسباب تلك الفتنة الرخاء في عهده وإسره في المجتمع، وطبيعة التحول الاجتماعي وظهور جيل جديد غير جيل الصحابة، بالإضافة إلى الشائعات والعصبية الجاهلية. ومن أهم الأسباب خوض المنافقين حيث وجدوا من يستمع إليهم، مثل عبد الله بن سبأ، وهو من يهود صنعاء ومعروف بابن السوداء. أظهر الإسلام ووقف موقف العلماء، وحاول التأثير في الأعراب والأمصار والذين دانوا حديثا بالإسلام. جعل يطعن في الخليفة عثمان ويقول أنه عين الولاة لقرابتهم به، وأنه حرق المصاحف. وبعد أن صار لعبد الله بن سبأ أتباع ووصل الأمر إلى الخليفة، فجمع أمراء الأمصار في موسم الحج 34 هجريا، وقد رأى عثمان أن يلين لهم ويؤلف قلوبهم. وفي ذي الحجة من عام 35 هجريا جمع المتمردون أنفسهم من البصرة والكوفة ومصر، وبدأوا في التوجه ناحية المدينة المنورة لمطالبة عثمان بالرجوع عن موقفه وعزل بعض الأمراء الفاسدين من بني أمية، وطلبوا مناظرة عثمان رضي الله عنه فيما وصلوا إليه من مطاعن في حقه، وأظهروا أنهم أتوا للحج. وقد قسموا أنفسهم مجموعات، مجموعة أهل مصر وعليهم الغافقي بن حرب وعبد الله بن سبأ، ومجموعة أهل الكوفة وعليهم عمرو بن الأصم وزيد بن صوليان العبدي، ومجموعة أهل البصرة وعليهم حرقوس بن زهير السعدي وحكيم بن جبل العبدي. فواجهوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وضرب الثوار حصارا على بيته ومنعوه من الخروج منه، حتى بلغ الأمر ذروته، فاقتحم السائرون الدار وتشابكوا مع أهله، فأصابوا عبد الله بن الزبير بجراحات كثيرة، وصرع مروان بن الحكم حتى اعتقدوا أنه مات، ودخلوا على عثمان فقتلوه في يوم الجمعة الموافق 18 من ذي الحجة 35 هجريا، ودفن بالبقيع. بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تمت ولادة الفرق السياسية ونشوء الفكر السياسي في تاريخ الإسلام. وكان الخيار المطروح بعد مقتل عثمان بن عفان هو إما العودة إلى نظام عمر بن الخطاب الذي اعتمد أساسا على المصالح القبلية وقيمها، وإما الاستمرار على نهج عثمان من واقع النظام الجديد الذي يعتمد على أولوية المصالح القرشية. وقد توزعت مواقف الصحابة بخاصة والمسلمين بعامة بين هذين الخيارين، وقد تبنى علي مطالب السائرين في حين جسد معاوية بن أبي سفيان الاستمرارية الحية والمباشرة لنهج عثمان بن عفان. وكان الثائرون لا يزالون يسيطرون على المدينة ويملكون ناصية القرار السياسي والعسكري، إلا أنهم لم يمارسوا السلطة فعليا، وافترقوا إلى الرؤية الواضحة للخروج من المأزق الذي خلقته حركتهم. هذا في الوقت الذي أخذ فيه معظم الصحابة يتوارون عن الأنظار في عاصمة الخلافة، فضلين الابتعاد عن التطورات التي أفلتت من أيديهم. وكان الفراغ في السلطة ينذر بأسوأ النتائج، واشتدت الحاجة إلى منقذ يتمتع بتأييد الأغلبية في التوجهات السياسية، وبخاصة الممثلة لجماعة الثائرين. بناء على هذا توجه بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار نحو علي وخاطبوه، قائلين إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا منك. والواضح أن معالم شخصية علي رضي الله عنه وحياته العامة جعلته آنذاك رجل الإسلام المهم، وكان اسمه يفرض نفسه، فهو الأكثر نشاطا من خلال الأزمة، والذي بدأ من خلال هذا الموقع المحاور الوحيد بعد انكفاء طلحة والزبير واعتزال سعد بن أبي وقاص، وهم الأربعة الذين بقوا من أهل الشورى ومثلوا النخبة السياسية في المدينة. أما أنه لم يكن موضع اتهام،
ولم يكن علي في البداية راغبا في تولي الخلافة، وخاطب الذين رشحوه قائلا: لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. عندها صعد أهل الأمصار ضغوطهم فهددوا أهل المدينة بقتل هؤلاء الثلاثة، علي وطلحة والزبير وأناس كثيرون، مما دفع عليا بقبول البيعة، وهدف إلى وأد الفتنة وإعادة تجميع جسم الأمة المتناثر وترميم النظام القائم للسلطة وتعزيز التواصل بين القوى الاجتماعية الأكثر اعتدالا والأقل تورطا في قتل عثمان. وكانت أول مشكلة اعترضت الخليفة الجديد هي العمال الذين عينهم عثمان على الأمصار، ثم مشكلة المطالبة بأخذ الثأر من قتلة عثمان. وكان التغير الأكثر إلحاحا من وجهة النظر علي هو إعادة النظر في الجهاز الإداري المسؤول مباشرة بوصفه الأداة التنفيذية للخلافة، وذلك من واقع تغير العمال والموظفين، غير أن التصدي لرواسب النظام السابق كان يعني المواجهة مع قوة نافذة بلغت مبلغا كبيرا من القوة، بالإضافة إلى الاصطدام مع عدد كبير من الصحابة الذين وقفوا موقفا سلبيا. لذلك كان من الضروري أن يسبق قرار التغيير باتخاذ خطوات تمهد لتنفيذه من أجل تجنب إثارة المعترضين. وهذا ما أشار به عبد الله بن عباس، وهو الإبقاء على عمال عثمان وبالأخص معاوية، ونصحه المغيرة بن شعبة بالتريص في هذا الأمر حتى تهدأ الأوضاع وتستقر، وتستقر له أسباب الحكم ثم ينظر ما يكون. والراجح أن عليا أدرك ذلك، إلا أن موقف الثائرين في المدينة والجو العام في الأمصار المشحون بالنقمة كان ضاغطا، بالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ التغيير كان يعني الشمولية وعدم التجزئة. أضف إلى ذلك أن عليا كان شديدا في الحق، لا يستطيع أن يداهن في دينه، ولم يكن بوسعه أن يلجأ إلى مهادنة ولاة عثمان، والمعروف أن خلع ولاة عثمان كان أحد مطالب الثائرين والمعارضين في الكوفة والبصرة ومصر. لهذا كان إبعاد عمال عثمان عن الوظائف العامة مسألة مبدئية تصعب المساومة عليها. لذلك بادر عليا إلى تعيين عماله على الأمصار المختلفة وعزل عمال عثمان سنة 36 هجريا، وكان أكثر هؤلاء العمال الأجداء من الصحابة الذين اتصفوا بأعلى درجات الزهد والتقشف، والتف حول علي كبار أعلام بني طالب وبني هاشم مثل عبد الله بن عباس ومحمد بن جعفر ومحمد بن الحنفية، بالإضافة إلى شخصيات صحابية كبرى مثل محمد بن أبي بكر وسليمان بن سرد الخزاعي وأبي قتادة بن ربعي وأبي أيوب الأنصاري وعمار بن ياسر وغيرهم. ولم يصادف الولاة الأجدة عقبات تذكر، باستثناء ما كان منتظرا من معاوية بن أبي سفيان والي الشام الذي رفض الدخول في طاعة علي، ولم يسمح لسهل بن حنيف أن يدخل الشام ويستلم منصبه كوالي عينه علي. وكان معاوية قد استمال أهل الشام إليه فالتفوا حوله وشكلوا قوة يناصرونه ويأتمرون بأمره ويوافقونه في عدم الهدوء حتى توقيع الحد على قتلة عثمان. وفي المقابل نجح علي في الحصول على تأييد أغلبية المسلمين في الأمصار، فعلى الرغم من أنهم كانوا يستنكرون مقتل عثمان حاولوا الحفاظ على وحدتهم من خلال الوقوف الحذر وراء الخليفة. ويبدو أن موقف معاوية الرافض لم يكن الشاغل الوحيد للخليفة، حيث نما في أوساط بعض الصحابة أن عليا يتهاون في معاقبة قتلة عثمان، فقد ذهب إليه كلا من طلحة والزبير مع نفر من أهل المدينة المنورة بعد 4 أشهر من مقتل عثمان، وطلبوا منه إقامة الحد على القتلة، فاعتذر إليهم بأن القتلة لهم مدد وأعوان وأن الوقت لم يحل لذلك بعد، فالأولوية هي تهدئة الأجواء والنفوس واستقرار الأوضاع. ويبدو أنهما لم يقتنعا بوجهة نظره فخرجا إلى مكة لأداء العمرة،
وهناك لقي عائشة بنت أبي بكر زوج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تندد بمقتل عثمان ولا تطيق رؤية المدينة، وقد وقعت تحت سلطة غوغاء الأمصار الذين سفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام، وأن الأمر لن يستقيم طالما لهذه الغوغاء أمر، فلا بد من المطالبة بدم عثمان. وسرعان ما استقطبت دعوة عائشة كل الذين كانوا يعارضون مقتل عثمان بن عفان أو يحاولون إسقاط علي بن أبي طالب، وبخاصة أفراد الأسرة الأموية، فانضم إليهم الكثيرون وصاروا إلى المدينة المنورة. وهناك رفض بعض الصحابة وباقي أمهات المؤمنين السير معها، فخرج السائرون بعدد كبير من الجنود إلى البصرة لإنزال العقاب بالقتلة هناك أولا، فتمكنوا من السيطرة على المدينة وهزيمة عاملها. في ذلك الحين كان علي قد قرر الخروج نهائيا من المدينة المنورة وجعل الكوفة مقرا له، فهي في نظره مستقر أعلام ورجال العرب، وقد اتخذ هذا القرار من واقع استحالة البقاء في الحجاز الذي أفرغته الفتوح من طاقته البشرية والاقتصادية، وانتقال محاور الصراع الأساسية إلى مناطق الأطراف البعيدة عنه. فخرج من المدينة في الأيام الأخيرة من شهر ربيع الثاني عام 36 هجريا، وما إن بلغ علي ومن معه من الصحابة الربذة بلغته تفاصيل ما جرى في البصرة، فصار بسرعة حتى بلغ موضع ذي قار حيث انضم إليه الآلاف من أهل الكوفة، وقد حاول علي حقن الدماء ودعا إلى الصلح حتى لا يقاتل المسلمون بعضهم بعضا، فاقتنع الزبير وانسحب من المواجهة ومضى نحو البصرة بقصد العودة إلى الحجاز، لكنه قتل غدرا بوادي السباع. ووقعت المعركة بين التيارين الهاشمي والعثماني في آخر شهر جمادي الآخرة سنة 36 هجريا، وانتهت بانتصار علي بن أبي طالب في يوم واحد. ثم أعطى علي أمره إلى محمد بن أبي بكر بأن يوصل أخته عائشة إلى المدينة المنورة بعد أن جهزها بالزاد والمتاع، وسير معها 70 امرأة في ثياب الرجال. وكان طلحة قد أصيب بسهم في المعركة فاعتزل القتال، ثم توفى جراء النزيف ودخل على البصرة بعد المعركة حيث بايعه البصريون طائعين. بعد ذلك كان على علي أن يدخل معاوية بن أبي سفيان في الطاعة مجددا، وظل يأمل بحصول ذلك سلميا، وأن يستقطب معاوية باللين ويجنب المسلمين مزيدا من إراقة الدماء. فأرسل إليه رسولا من الكوفة وهو جرير بن عبد الله البجلي ليدعوه إلى الجماعة ويحمله على البيعة، لكن معاوية أمسك الرسول وأبقاه إلى جواره لحين وصول عمرو بن العاص من فلسطين بعد أن استدعاه لمشاورته في الأمر نظرا لما عرف عنه من الدهاء وسعة الحيلة. ولما وصل عمرو إلى دمشق أغراه معاوية بولاية مصر مدى الحياة في حال انتصاره، فدبر له عمرو حيلة محكمة يستغلها في حال الفشل في مواجهة علي بن أبي طالب، وتقضي هذه الحيلة برفع المصاحف على الرماح والدعوة لأن يكون القرآن حكما بينهما، الأمر الذي من شأنه أن يضع عليا في موقف حرج سواء قبل بالتحكيم أم رفضه، لأن أي موقف له سيحدث انقساما في جيشه، حيث سيكون هناك فريق رافض لكل موقف على حد سواء، فيتحول الأمر لصالح معاوية. وهكذا أمر معاوية أصحابه بحمل مئات النسخ من المصاحف، وصار بجيشه حتى بلغ صفين قرب الفرات، حيث احتك بجيش علي في معركة طاحنة استمرت 10 أيام. رجحت فيها كفة علي على معاوية، ولما أحس معاوية باقتراب الهزيمة عمد إلى الحيلة المدبرة، فرفعت المصاحف عاليا ونودي بالتحكيم. قبل علي بالتحكيم رغم أنه فطن للحيلة بحسب الظاهر، لكنه طاق لإنهاء الصراع بين المسلمين. وفي شهر رمضان سنة 37 هجريا اجتمع الحكمان عمرو بن العاص عن معاوية وأبو موسى الأشعري عن علي في دومة الجندل، وهناك خدع عمرو بن العاص أبو موسى
فأقنعه بوجوب خلع علي ومعاوية وترك الخلافة شورى بين المسلمين يتفقوا على من يختارونه لأنفسهم، وتركه يتقدم عليه بإصدار الحكم نظرا لكبر سنه، فأعلن خلع علي ومعاوية. فتقدم عمرو بن العاص وأعلن خلع علي وتثبيت معاوية، ونتيجة قبول علي بالتحكيم وخداع معاوية خرج عن الهاشمية فئة أنكرت على علي قبوله بتحكيم الناس معتبرة أن الحكم لله وحده، طالبت المضي بالقتال حتى القضاء على معاوية. وهكذا انقسم أهل العراق الذين اعتمد عليهم علي وكثر خصومه، وأصبح لزاما عليه قتال الخوارج الذين خرجوا على طاعته من أهل العراق، ليتفرغ لقتال أهل الشام بزعامة معاوية الذي اعتبر نفسه الخليفة بعد صدور قرار التحكيم. فأصبح الأمر شبيها بحروب الردة التي خاضها أبو بكر وأنقذ المسلمين من التفكك، لكن عليا لم يتسن له ذلك. فعلى الرغم من إنزاله الهزيمة بالخوارج في النهروان سنة 38 هجريا، تمكن معاوية من ضم مصر وأطراف العراق وشمال الجزيرة والحجاز واليمن، حيث أرغم الناس على مبايعته. فاضطر علي إلى مهادنته على أن يكون لعلي ملك العراق ولمعاوية ملك الشام. وفي أثناء ذلك اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في وقت واحد. وفي أثناء صلاة الفجر في رمضان سنة 40 هجريا، قد استطاع عبد الرحمن بن ملجم إصابة علي بجرح بالغ، فيما فشل الاثنان الباقيان، وتوفى علي بعد يومين من الحادثة عن عمر يناهز 63 وقيل 65 أو 68. واختلفت الروايات في موقع دفنه، فقيل في دار الإمارة بالكوفة خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا جثته، وقيل أنه حمل على راحلته وأطلقت في الصحراء فلا يعلم أحد أين قبره. وهكذا نكون انتهينا من سلسلة حلقات دولة الخلافة الراشدة، تناولنا فيها الجانب السياسي لكل خليفة، ولكن إن شاء الله في المستقبل القريب ستكون هناك سلسلة حلقات عن هؤلاء الصحابة الكبار، وسنتناول كل تفاصيل حياتهم. لذلك أتمنى منكم أن تستمروا بدعمنا ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.